كويس انا واهالي المعتقلين والشهداء بخير، وان شاء الله هنجيب حقهم باذن الله. احنا زي يوم مش حاسين بعيد، العيد الحقيقي يوم ما المعتقلين دول يطلعوا براءه ونجيب حق الشهيد. شكرا. انا نازله في العيد علشان اخواتي واولادي اللي في المعتقلات، علشان حق الشهيد اللي ما رجعش. مفيش عيد ومفيش فرحه ومش هنحس باي مظاهر للعيد. والعيد بتاعنا لما اولادنا يطلعوا من المعتقلات، العيد بتاعنا لما رئيسنا اللي انتخبناه يرجع، العيد بتاعنا لما الشهداء يجي حقهم من اول 25 يناير 2011 لغايه النهارده. كل دم شهيد، كل نقطه دم نزلت لازم نجيب حقها. هو ده يوم العيد، مفيش عيد ابدا الا لما يحصل كده. شكرا.